عريف الحفل الإعلامي ماجد بوهدير. صاحب الرعاية غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي طوبة، سعادة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري ممثلا بالأستاذ عبد الرحمن العتيبي، معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، سعادة النائب ستريدا جعجع، سعادة النائب ويليام طو، سعادة النائب السابق جوزيف إسحاق، حضرة رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، حضرة رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، السادة ممثلي الشخصيات الرسمية وحضرات رجال الأعمال المساهمين بإنجاز هذا المشروع، أيها الحضور الكريم والمشاهدين الكرام، في كل مرة يصدح بها النشيد الوطني اللبناني تتجه قلوبنا والهامات إلى غابة أرز الرب، حيث لرمزية الوطن مساحة أرض تتماهى مع سماء، ولكن أن نتظلل في هذا اليوم التشريني الذي نستهل به شهر عيدي الاستقلال والعلم مع غابة نتفيأ الآن بها على مرمى تحية لهي الرمزية والعلامة، أما أن نتحلق على كتف وادي القديسين حيث يتسامى عبق بخوره وتاريخه إلى رئات المؤمنين بحريته سيادته واستقلاله المؤمنين بخالق تضرع له حبساء مغاور هذا الوادي ومنهم البركة، وبالأكثر أن نتجاور مع كبيرنا جبران خليل جبران الذي قال: الجبال تصلي وأشعة الغروب تودعها، والأودية تصلي وضباب المساء يغمرها. فلهذا التظلل والتحلق والتجاور الاستثنائية وأكثر في بقعة من شمال الإباء، الصلابة، العنفوان، التجذر والثبات، بقعة من بائها بقاء، من شينها شموخ، من رائها رنو، من يائها يراع، هي بشري. بقعة من بائها بقاء، من شينها شموخ، من رائها رنو، من يائها يراع، هي بشري التي تحتضننا الآن بشموخ البقاء في عمقها، إليها نرنو لنشهد على يراعة سوف تكتب اليوم بأحرف الافتخار فتح صفحة جديدة من صفحات مؤسسة هي مؤسسة جبل الأرز، التي مؤسسة جبل الأرز التي ترفع راية هذه الصفحة التي نفخر من خلالها بولادة صرح استشفائي حكومي طال انتظار ولادته لكيما يكون منارة بلسمة وشفاء
لأهالي قضائب شر وأكثر، إنه مستشفى أنطوان الخوري ملك طوق. هو الذي سوف يشكل باكورة مداد رسالة هذه المؤسسة التي ومنذ العام 2007 تترك بصمات البلسمة لأهالي المنطقة صحياً، غذائياً، إنمائياً، بيئياً، زراعياً، تربوياً، ثقافياً، رياضياً وأكثر. وها هي اليوم وبشخص رئيستها الإنسانة التي التحفت بوشاح الالتزام حتى الثمالة بحب هذه الأرض وناسها، محققة أحلامهم، مشبكة إياها مع مداد لا حدود لأحلامها، آفاقها، تطلعاتها. عنيت بها النائب ستريدا طوق جعجع. تأتينا سيدتي اليوم ومن خلال دعوتك لهذا اللقاء لكيما نشهد وفي مقدمنا وعلى رأس هذا الحضور المرموق البطيرك 77 للكنيسة المارونية الراسخة في الإطار الذي يجمعنا غبطة أبينا البطيرك مربشارة بطس الراعي الكلية طوبة. ولكيما نشهد أيضا مع المشاهدين الكرام عبر الأثير في لبنان وبلدان الانتشار على تحقق حلم رجل أحب أرض بلدته وناسها فأراد لهم هذا المستشفى ملاذ اطمئنان، فأتت مؤسسة جبل الأرز آخذة على عاتقها استكمال المرحلة الأخيرة من رحلة أكثر من 4 عقود لبناء هذا الصرح الاستشفائي. أنطوان الخوري ملك طوق وهو اليوم في دنيا الحق حمل هذا الوطن في قلبه وأراد ترك بصمة الخدمة فيه تلبية لحاجة ملحة وأساسية في بشر العزيزة على قلبه. صحيح أن جبران خليل جبران قال مجتمعنا لا يرى بالعين بل يرى بالأذن، وها نحن اليوم مع عائلة أنطوان الخوري ملك طوق الكريمة الحاضرة في طليعة التحلق نرى أمامنا وبكل الحواس، لكننا وبالأخص سيدنا نرى بعين القلب لأننا نحب، نحب وطنا رسالة وأكثر. لماذا؟ لأننا ومع جبران أيضا إذا أحببنا لن نقول الله في قلبنا بل نحن في قلب الله. فشكرا من قلبنا لك يا الله لأنك صنعت منا شهودا لمحبتك. تحيتنا لك تصفيق من راحات قلوبنا إلى قلبك. أما الآن لابد من الإبحار بالصوت والصورة إلى تواكب المراحل التاريخية لهذا المشروع الذي يبصر النور اليوم. أنا بالنسبة إلي هي قصة طويلة، يعني عشتها بمراحل مختلفة على مدى يمكن أكثر من 40 سنة. كنت شاب يافع بالضيعة وكنت أتردد على كتار من شخصيات الضيعة،
من الجملة كنت أتردد على أنطوان الخوري ملكي توق، وكنت أسمع منه لماماً أنه رايح على أستراليا أو راجع من أستراليا لأنه بصدد أنه يعمر مستشفى كبير لبشاري. هيك بالنسبة إلي بلشت قصة مستشفى أنطوان الخوري ملكي توق. راحت الأيام، إجت الأيام، تعرفت لماماً لأنه بعدين بعدتني عم شري ظروف الاحتلال السوري اللي كان موجود وقتها. أتعرفت لماماً على أنه أنطوان طلع بالمستشفى أنطوان الخوري ملكي توق ووصلت لحد معين، بس من بعدها جمد كل شيء اسمه مستشفى. طبعاً ما صار لي مجال أدخل بالتفاصيل وليش جمد وكيف بلش وليش هلأ ما عم بكفي، بس بعدين صرت أعرف تباعاً إنه هالمستشفى هيدا بنى كهيكل بس بعد لازمه كتير مشان تا يتكفى ويصير على أرض الواقع مستشفى شغال. إلى أن استلمت النايب سكرير دجاجة والنايب إلي كيروز زمام الأمور بمنطقة بشري، من وراء وجودي بفرد بيت أنا والنايب سكرير دجاجة كنت أقدر تابع بالحد الأدنى عرضا اللي عم بيصير فوق. من الجملة تأكدت ساعتها على أنه مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوق خلصوا أنطوان الخوري وقتها مثل ما لازم يتخلص، بس ما عاد قدر تابع بعدين، يعني الله يرحمه وفته المنية، عدا عن أنه صار بدأ إمكانيات كبيرة ما عادت موجودة وخصوصا بأواخر أيام الحرب. وإذ بتروح الأيام بتيجي الأيام وبتيجي أزمة كورونا، وبيتبين من وراء أزمة كورونا قديش المنطقة بحاجة للمستشفى. وصراحة قبل أزمة كورونا كنت أسمع كثيرين بالمنطقة عنا يحكوا إنه يا عمي إنه قليلة، كل المنطقة قايمة على شيء اسمه مستشفى بس هو أقرب لمستوصف من المستشفى. فالمهم على طول كان في تشكي من هالموضوع. إجت أزمة كورونا، يعني تأكد مؤكد ساعتها على إنه صار في ضرورة لمستشفى، يعني مستشفى بكل معنى الكلمة بشري ومنطقة بشري. هون النايب سكرير دجاجة بتكون بيوم من الأيام عم تحضر تيليتون على التلفزيون يتعلق بأمور صحية معينة، وإذ بتجي الفكرة على رأسها أنه طيب بهالظرف ما زال كل الناس صار عندها نوع من وعي على موضوع الاستشفاء، ليش ما بتحاش وبكفي هالمستشفى وبجمعنا كل الإمكانيات المطلوبة. الإمكانيات المطلوبة بأول مرحلة يعني حسب التقديرات كانت إنه مليون مليون ونص دولار ممكن إنه يأدوا ليكفوا المستشفى. بالفعل بلشت النايب سكرير دجاجة على هالأساس إنه مليون مليون وشوي بيأدوا مشان المستشفى. واستباعا صار يبين مثلا أول شغلة بينت وعاد تكلفت أكثر بكثير أدت إلى زيادة كبيرة بالتكاليف، وإنه مبنى المستشفى مثل ما هو أولاً صار عمره 40 سنة بحد ذاتها. الشغلة الثانية إنه مستشفى مثل هيدا ما في يكون عرضة لا سمح الله لزلزال من هون أو لهزة أرضية من هون، يعني لازم يكون محصن ضد كل هالطوارئ الطبيعية، لأنه ممكن 200 سنة ما يصير، ممكن بخمس دقايق يصير هزة أرضية أو ما شابه. وبالتالي اندفعت بالرغم من انه المحيطين فيها كانوا عم بيقولوا لها انه ما ضروري وبدنا نعمل حساب هلا انه اذا اجت هزه ارضيه، لا اندفعت تعمل التخطيط للمستشفى يكون ضد الزلازل والهزات الارضيه، يعني يكون يصمد اذا لا سمح الله اجت هزه ارضيه او زلزال او تشقق بالارض او اللي هو، لا المستشفى يضل صامد. بالفعل هيدي زادت التكاليف يعني بما لا يقاس. رجع وبتعرفوا وقتها كان لبنان دخل بالضائقة الاقتصادية بالأزمة الاقتصادية والمالية وبلش سعر الليرة يتدهور، تلم المصاري بالليرات على أساس سعر صرف الليرة شيء وشوي، يعني بين يوم والتاني تخسر الليرة أوقات 20% 15% 30% من سعرها، مما يضطر النايب جاجع ترجع من جديد بدها تلم مصاري وهلوم مجر. بالخلاصة صراحة نحط بهالمستشفى جهد كتير كتير كبير انطلاقا من العوامل يلي ذكرتها، اوكي، وانطلاقا كمان فيما بعد من انه ارادت النايب جعجع على انه
تكون مستشفى مش مجرد هيك مستشفى حكومي عادي، لا تكون مجهزة أفضل تجهيز. كمان هيدي زادت المصاريف بشكل كتير كبير، إلى حد صارت المصاريف مرتين ونص، ثلاث مرات، أربع مرات أكثر مما كان مقدر، مع كل ما يستتبعه ذلك كل مرة من لم مصاري من تجميع تبرعات مشان نقدر نكفيها. بس بالفعل كفيت، والفريق اللي معها كفى، والمفضلين الكتار كفوا تقدروا وصلوا جمعوا كل المطلوب تقدر تكفي المستشفى، وراح توصل أنها تفتح بأقرب وقت ممكن إذا الله راد. أنا هيدي قصتي مع المستشفى، ما بلشت من 3 سنين، بلش من 40 سنة، بس هلأ عم شوفها مستشفى عم تتحقق. بهالمناسبة بدي حيي بالدرجة الأولى نائب ستي دجاجة، هلأ مرتي شيء وتحملها مسؤوليتها بهالنقطة بالذات بما يتعلق بالمستشفى شيء آخر مختلف تماما، وبدي هنية على جهد العمل، لأنه واحد ممكن يعمل كتير إشياء بس في إشياء بتضل علامة ثابتة على ممر الأيام والأزمان، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، بعد 30 سنة، بعد 50 سنة. ومستشفى أطوان الخوري ملكي طوق هو واحد من هالمعالم يلي راح يضل عايش مع بشري ومنطقتها عشرات من السنين لقدام إذا الله راد. من جهة تانية بدي أشكر من كل قلبي، من كل قلبي كل يلي ساهموا بتبرع لهالمستشفى أبصرت النور، واليوم شايفينهم إذا مش كلهم أكتريتهم الساعة موجودين معنا، لأنه بالحقيقة بيستاهلوا كل تقدير وكل شكر على اللي عملوه واللي تبرعوا فيه، وبعض منهم بسخاء كتير مشان هالمستشفى أبصرت النور. من جهة تالتة بدي أهني أهالي بلدة بشري وأهالي منطقة بشري على أنه صار عندهم مستشفى من بعد، يعني من بعد تمنيات طويلة عريضة على مدى سنين طويلة صار عندهم هلأ مستشفى. وبدي هني كمان إدارة مستشفى بشري الحكومة على أنه صار عندهم مستشفى على قدر تطلعاتهم. بالمناسبة بدي أقول على أنه اللي عم بيزيد فرحتنا اليوم فرحة هو أنه مسئبة في إدارة المستشفى بشري الحكومة صراحة وبكل موضوعية بتضاهي إدارات المستشفيات الخاصة إذا مش أكثر بطريقة إدارتها للأمور، مما سيؤمن لها المستشفى استمرارية إذا الله راد إلى أبد الآبدين. آمين. هي قصة المستشفى. الهدف الأساسي منها كان أنه عدم ترك حدا يموت على الطريق من هلأ وطالع. الهدف الأساسي الثاني كان على أنه بس أهلنا بالمنطقة وبشري يشوفوا على أنه صار عندهم هالقد مقومات بقاء وصمود بيبقوا وبيصمدوا، لأنه البقاء والصمود هن بصلب تكوينهم كان بينقص بعد مقومات البقاء والصمود. هلأ مع وجود هالمستشفى بتصور أنه أكترية مقومات البقاء والصمود صاروا موجودين من المنطلق. بدي هني من جديد أهالي بشري ومنطقة بشري بدي أقول لهم أنه هلأ صار فيهم يصمدوا مثل ما كانوا يتمنوا كل عمرهم مع مقومات البقاء والصمود موجودة وبأبهى حلل ممكن. الطبيب هو رسول الخدمة والمحبة، عندما يحمل مبضع الدقة وسماعة القلب لا يتكئ إلا على ثبات يد الله معه ونبض القلب الذي يريد خفقانه مستداما. هو ماهر حتى قمة النجاح، يمتهن البذل في كل ما يفعل، عطاؤه من دون حساب وأكثر، خبرته جالت وترصعت بباقة من ألق العلم اللامتناهي، كلها يضعها اليوم في مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوق بشري الحكومي، مستحقا هو رئيس مجلس إدارة المستشفى. أدعو للتفضل الدكتور أنطوان جعجع. نيافة الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلية طوبة، أيها الجمع الطيب، نتلاقى اليوم لنحتفل بافتتاح صرح طبي وإنساني كبير
وضع لبناته الأولى السيد أنطوان الخوري ملك طوء منذ ما يقارب 40 عاما، ثم أفاض الله على مدينتنا الحبيبة امرأة فريدة في النساء تفوق الرجال في كثير من المواقف، حصافة رأي، نقاء طبع، وضوح رؤية، وجرأة لا تجارة، فإذا هي حمالة أثقال بشر وقضائها في شتى ميادين التنمية المحلية. إنها السيدة الفاضلة ستريدة جعجع. إن هي إلى جمع في صيغة المفرد، إذ أنعم الله عليها بباقة من الخصال همها أن تثبت الناس في كراهم من خلال توفير حياة كريمة تليق بهم، ولأجل ذلك أنشأت مؤسسة جبل الأرز قوامها نخبة من أصحاب الخبرة والكفاية، وانطلقت تجتهد في ضخ الحياة في أكثر من حقل، وعلى رأسها الحقل الصحي، إذ أولته عناية فريدة. والصرح الذي نحتفل بافتتاحه اليوم خير شاهد على ذلك، إذ راحت تجمع التبرعات والمساعدات من المؤسسات من أهل الخير في لبنان والمهاجر، فاستطاعت من خلال ذلك أن تحدث نقلة نوعية من مستشفى قديم العهد متواضع الإمكانات محدود الخدمات الطبية إلى مستشفى يساير الحداثة المتجيدة في عدد الأسرة الذي أصبح كراوة 44 سريراً بعد أن كان 11، وفي استحداث أقسام جديدة تتضمن قسماً للجراحة العامة، قسماً للطبابة الاختصاصية، آخر للعناية الفائقة والإنعاش يشمل 5 غرف كاملة التجهيز، فضلاً عن قسم الطوارئ وقسم التشخيص المتقدم لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، وعن قسم تمييل القلب والشرايين. ومن المحدث إجراء توأمة مع المستشفى اللبناني الجعتاوي الجامعي في بيروت لأجل تبادل الخبرات بين الأطباء والممرضات والإدارة. وهنا لا بد من توجيه كلمة شكر وامتنان لكل فرد من إدارة المستشفى وعامليه، المدير العام، الممرضات، الممرضين، جميع الإداريين، كل الأطباء، على كل الجهود والتعب والتفاني، لأنه لولاهم لما نجحنا سوياً في نقل المستشفى إلى ما نحن عليه اليوم. وتقديراً لكل ما قامت به النائب جعجع، قرر مجلس الإدارة إطلاق اسمها على قسم الطوارئ، فأبت مع توجيه بأن يكون ذلك باسمي فريد وماري ملحم جعجع. والدي الحكيم الدكتور سمير جعجع، فكان لها ما أرادت. إنها امرأة مقاومة، تستسهل الصعب، تبسط المعقد، لا تتردد، لا تتراجع ولا تنحني، ولا يفت من عضدها خطر، لأنها تعودت الجهاد من أجل محيطها والوطن. ومن العرفان الجميل ذكر النائب السابق المهندس جوزيف إسحاق الذي ساهم وعاون وقدم وقته وجهده وكل خبراته الواسعة لأجل تحقيق هذا الإنجاز الكبير. أما بعد، فلتهنأ بشري وقضاؤها بهذه السيدة المولعة باجتراح الإنجازات خدمة للإنسان وتثبيتا له في أرضه. عشتم، عاشت بشري وقضاؤها. يحيى لبنان.
أما الآن نبحر مجددا بالصوت والصورة للإضاءة على رحلة مساري، أهدافي، تطلعاتي وإنجازات مؤسسة جبل الأرث التي تركت ومنذ العام 2005 بصماتها الجلية في هذه المنطقة العزيزة، بنى تحتية وعلوية مضيئة ناهزت 150 مليون دولار، متابعة حثيثة، جهد متواصل ومسعى دؤوب من رئيسة المؤسسة النائب ستريدة طوء جعجع والنائب السابق جوزيف إسحاق مع فريق عمل لا يعرف استكانة ولا راحة. من هون من هون نحن يا بشر من هون. جميلة أرضنا، بالإيمان قوية، بالتراث غنية، حاضنة أرز الرب، فخورة بتميز أبنائها عبر التاريخ وفي زمننا الحاضر. جمعية مؤسسة جبل الأرز التي أنشأتها النائب ستريدة جعجع سنة 2007 هي من هذه الأرض ولخير أبناء هذه الأرض، هدفها المستقبل المضمون لكافة قرى وبلدات قضاء بشري. لأننا نؤمن بشموخ جبلنا وأرزه وقوة العزيمة ووضوح الرؤية عند أهله، رسمت جمعية مؤسسة جبل الأرز خارطة طريق محددة ووضعت برنامج عمل بعناوين واضحة يهدفان إلى إبقاء وتجذر أهل قضاء بشري في أرضهم من خلال التخطيط والتنفيذ على المستويات كافة والمساعدة على التطوير والتحسين والنمو لدعم الشباب ووقف النزوح الداخلي والهجرة إلى الخارج. $35 مليون هي قيمة المشاريع التي نفذتها جمعية مؤسسة جبل الأرز بإشراف وتدقيق شركتين مختصتين محلية وعالمية بإصرار من النائب ستريدة جعجع، وقد وزعت بشكل مدروس على قطاعات إنمائية وحياتية. السياحة نقطة ارتكاز أساسية في قضاء بشري، لذلك ساهمت المؤسسة وعملت على تأهيل الحدائق العامة في بشري، وتميزت بالمجهود الكبير والإصرار على تحويل الوادي المقدس إلى معلم سياحي ديني عالمي بعد ترميم المحابس ودروب المشاة والصروح التراثية. كما سعت المؤسسة لتحويل مهرجانات الأرز الدولية إلى حدث فني عالمي. صحة أبناء منطقة بشري من أبرز أولويات المؤسسة، لذلك عملت على إعادة تأهيل المرحلة الثانية لمستشفى بشري الحكومي ودعمه، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية وأدوية إلى أهلنا ومواكبة كل الحالات الطارئة ولمحاربة آفة المخدرات. مدت النائب ستريدة جعجع اليد لجمعية فرصة الحياة التي ساهمت بإنشائها. لأننا نؤمن أن التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق مستقبل جيل الشباب
دعمت المؤسسة الأقساط المدرسية لحوالي 1200 طالب لمدة 14 سنة متواصلة، وساهمت بتدفئة المدارس وببرنامج تعليمي مجاني لطلاب الشهادة الرسمية، كما عملت على إنجاز بيت الطالب الجامعي في دبي بأفضل المواصفات لضمان سكن مريح لطلابنا. على الصعيد الزراعي، أنشأت جمعية مؤسسة جبل الأرز مركزاً لتعريب وتوضيب التفاح بالتعاون مع شركة سيدرين، وأعادت تأهيل وتوسيع بركة بقاع كفر الزراعية. أما على الصعيد الاجتماعي ولمواكبة الظروف الاقتصادية الطارئة، وقفت الجمعية إلى جانب أبناء وأسر القضاء من خلال تقديم مساعدات توزعت بين المواد الغذائية، القصائم الشرائية، والتقديمات الاجتماعية. وفي المناسبات والأعياد شاركت المؤسسة الكبار والصغار فرحة الهدية والعيدية. لشمولية في العمل والمساهمة، كان لابد من دعم بعض قطاعات الدولة كتأهيل وصيانة مركز جرف الثلج في الأرز ومركز الدفاع المدني في بشري. جمعية مؤسسة جبل الأرز من ماض مضيء انطلقت، ولأجل مستقبل مشرق تخطط 16 عاماً من السعي الدائم والعمل الدؤوب، عين ساهرة على هموم وقضايا كل قرية وبلدة في قضاء بشري، بفضل حسن تعاونكم ودعم أصحاب الأكف البيضاء وإصرار كبير من النائب ستريدة جعجع على الوقوف إلى جانب كل أبناء جبة بشري ليبقوا متجذرين في أرضهم. طموحنا كبير تحركه أحلامنا، مدعم بإيماننا، لنرسم معا ألوان حياة أفضل عنوانها الكرامة والعنفوان في قضائنا الحبيب بشري. ليس من السهل بمكان أن تخوض مشوار نضال من خلاله تخط بأحرف الوفاء لحزب على حجم الوطن دستور حقيقية المواطنية التي نتمدرس من خلالها على كيفية الثبات على العهود. هذا هو عهدك لكل من عهدك ثابتاً على رمح التجذر في تراب لبنان. هذا هو دأبك أيضاً على حكمة جعلتك حكيماً بمساندة نصفك الآخر، لا بل الأول، رفيقة دربك على الحلوة والمرة، وهذا ما وثقه تاريخ المعاصر. وما نوثقه اليوم هو استمرارية هذا المسار، وهو ما سمعناه منك قبل قليل عبر الفيلم المصور، افتخاراً واعتزازاً بمن أراد منها أهالي بشر الذين أولوها ثقتهم المتجددة أبداً، إذ تيقنوا من نموذجية تكتل الجمهورية القوية في تطبيق القوانين وبناء المؤسسات وألق الشفافية. فتحية
لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. وبشفافية مطلقة يا حكيم المتحد معنا عبر الأثير، أخذ منك تفويضا علنيا من خلاله أوجه لرفيقة دربك وكثيرين في هذه البقعة الجميلة من بلدنا، وباسمهم أقول لها: الله الذي أعطى وجبل الإنسان بالوزنات والمواهب خصصك بفرادة منهم، فما كان منك إلا أن وضعتيهم بالملء في الأرض التي أحببت والتي أحبتك، استثماراً من أجل الخدمة من أعماق العمق، مع السين سائرة، مع التاء تائقة، مع الراء رائدة، مع الياء يافعة، مع الدال دؤوبة، مع الألف أمينة على الكثير، طواقة إلى الكمال، رائدة في الإنجاز، يافعة في المسار، ودؤوبة على تحقيق الأحلام. ستريدة جعجع، الحلم أصبح حقيقة، تفضلي وأعلنيها بالفم الملآن. بشكرك ماجد على اللي قلته، ما بعرف إذا بستاهله. صاحب الرعاية غبطة أبينا الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلية طوبة، الأستاذ عبد الرحمن العتيبي ممثل السفير السعودي في لبنان، معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، الزميل النائب ويليام طوق، النائب السابق الرفيق جوزيف سحاق، رئيس مجلس الإنماء والأعمار المهندس نبيل الجسر، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، الأصدقاء رجال الأعمال المساهمين بإنجاز هذا المشروع الحلم، أهلي في بشري والجبة أيها الحضور الكريم، أهلا بكم في بشري، أهلا بكم في جبة بشري، أهلا بكم في ظلال أرز الرب وأفياء وادي القديسين، أهلا بكم في نموذج الجمهورية القوية ولبنان جبران خليل جبران. اليوم هو من الأيام المجيدة والمباركة لبشر وأهلها الذين يشهدون اليوم تحقيق حلم انتظروه مع أبناء الجبة منذ 44 عاما. واليوم أيضا هو من الأيام المجيدة والسعيدة لي شخصيا، ليس كنائب عن المنطقة فحسب، بل كابنة لبشري، لأن هذا المشروع الحلم منحني رضا ذاتيا كبيرا، ووجدت فيه معنى عميقا لحياتي في خدمة الناس، وعزز قناعاتي وإيماني بالإنسان، لأن أسمى ما في الدنيا هو الإنسان وصحته، والأجمل من ذلك هو تضامن الإنسان مع أخيه الإنسان أثناء المحن والشدائد. اليوم يمكننا أن نؤكد بكل فخر واعتزاز
أنه بات لنا مستشفى يليق بأهلنا في منطقة بشري، وأن الموت على الطريق لمريض أو مصاب من أبناء بشري والجبة لن يحصل بعد اليوم بحجة بعد المسافة للوصول إلى أقرب مستشفى. فاليوم يا أهلنا الكرام، لقد أصبح لدينا مستشفى في بشري والجبة، ولجبة بشري ولكل من يقصد بشري. عندما بلغت جائحة كورونا أوجها في مدينة بشري العام 2020، اتخذنا قراراً في مؤسسة جبل الأرز بضرورة استكمال المرحلة الأخيرة والنهائية من عملية تأهيل المستشفى. كان التحدي كبيراً جداً، لكننا تصدينا له بإيمان وأمل وإرادة لا تلين، وأخذنا على عاتقنا القرار الحاسم بدعم الأهل في بشري في أعز ما يملكون، أي في صحتهم وكرامتهم. وللمفارقة، في أسوأ أزمة بل كارثة مالية ونقدية واقتصادية واجتماعية يمر فيها لبنان، وعلى الفور بدأنا جمع التبرعات، وكان الدولار في حينه يساوي 2000 ليرة لبنانية، ليرتفع تدريجاً حتى وصل إلى أكثر من 100,000 ليرة لبنانية. وما زاد الطين بلة هو اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، فارتفعت أسعار المحروقات، لا سيما وأن بشري منطقة بعيدة عن العاصمة. وعلى رغم ذلك لم تضعف عزيمتنا، بل كان لدينا الإيمان والثقة بأن من يعمل لهدف سام لصالح الخير العام سيكون الرب ولي توفيقه، وسيسهل له الدرب ويفتح له أبواب التفاؤل. إن هذا المشروع المرتبط جذرياً بصحة المواطن هو جزء أساسي من الاستراتيجية التي أطلقناها العام 2005، والتي ترتكز على الإنسان بحد ذاته، على الصعود الصحية والتربوية والثقافية والزراعية والإنمائية، من أجل بقاء أهلنا متجذرين في أرضهم، وما زلنا مستمرين في هذا الرهان على رغم المصاعب كلها. غبطة أبينا وراعينا بطريرك الشركة والمحبة، هذه الأرض أرضنا ولن نتركها أو نتخلى عنها، بل سنحافظ عليها بأغلى ما لدينا، كما حافظ عليها أباؤنا وأجدادنا وأبطالنا وشهداؤنا وبطاركتنا وقديسونا، وسنبقى فيها ببركتكم يا سيد بكركي والجمان. وهل من فرحة واعتزاز أكبر من تحقيق هذا الإنجاز الكبير في ظروف قاسية وبالغة الصعوبة؟ هذا المعلم، بل هذا الصرح الشامخ، سيعود في نهاية المطاف إلى الكنيسة المارونية من خلال وقف كنيسة السيدة. ما سمعت زقفة؟ الحكيم قال لي نحن بتجعجع بنتعب وبيقطفوا بالطاق، شو سيدنا؟ شو يا شيخ ويليام؟ ولذلك كانت رغبتنا وقرارنا بأن يكون افتتاح المستشفى برعايتكم سيدنا، فهو يحمل بعضاً مزدوجاً إنسانياً واستراتيجياً، عنوانه صمود أهلنا وتجذرهم في أرضهم، لا سيما في هذه الأيام الصعبة. وفي هذه المناسبة أود أن أتذكر وأذكر رجلاً رحل عنا، وهو الذي باشر بناء هذا المشروع منذ 44 عاماً، وأريد أن أقول له
نم قرير العيني، لقد تحقق حلمك، واعترافا بعطائك وتكريما لذكراك أطلقنا اسمك على هذا المستشفى الذي أصبح اليوم رسميا مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوق بشر الحكومة. وفي هذه المناسبة أيضا لا بد من توجيه الشكر إلى كل من ساهم معنا في لبنان ومن خارج لبنان وديار الاغتراب لاستكمال هذا المشروع وتوفير أسباب نجاحه، والذي بلغت كلفته على رغم التوفير 3,500,000 دولار أمريكي، ما عدا تجهيزه بالمعدات المطلوبة. فلولا مساهمة الخيرين وأصحاب الأيادي البيض لما كان تحقق هذا الحلم. وشكر خاص لدولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي دعم انطلاقة المرحلة الأولى من المشروع في العام 2011، واستكملت مؤسسة جبل الأرز المرحلة الثانية والنهائية. أود أن أشكر زميل النائب السابق جوزيف إسحاق على التعاون والتنسيق بيننا لإنجاح هذا المشروع. كما أتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة المستشفى على تجاوبه مع تمنياتي بتسمية قسم الطوارئ باسم والدي الحكيم فريد وماري ملحم جعجع تخليداً لذكراهما. وأخيراً أريد أن أشكر سندي ورفيق دربي وزوجي الذي كان الداعم الأساسي بإيمانه الراسخ بسعينا وعملنا وبدعمه الدائم لهذا المشروع الحلم. والشكر كل الشكر لأهلي في بشري والجبة الذين منحونا ثقتهم الغالية والثابتة والتي تشكل دافعاً مهماً كي نواصل خدمة المنطقة بما تستحق لتبقى نموذجاً للجمهورية القوية من حيث بناء المؤسسات والشفافية وتطبيق القانون ومثالاً يحتذى به بالإنماء والتجذر. عشتم عاش مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوق شر الحكومي بإدارته وأطبائه وجميع موظفيه والعاملين فيه. عاشت كنيستنا برعاية راعينا الكليت طوبة. عاشت بشر والجبة. عاش الرهان على مسيرة خلاص لبنان بقيادة حكيم الجمهورية. عاش لبنان. أشكركم لإعطاء الفرصة لأحكي عن مدى اهتمام الوالد المرحوم سمير الخطيب بمستشفى بشبي. حقيقة التواصل الأول لطلب المشاركة إجا من رئيسة مؤسسة جبل الأرز النائب ستريدا جعجع ضمن اهتمامه بالمستشفى وضمن اهتمامها بمصالح بشري الإنمائية. تلقى الوالد المرحوم هذا التمنى لاعتبارات عديدة، من ضمن أولا احترامه الكبير للنائب ستريدا جعجع لأعطائه أهمية للتنمية المناطقية ولمحبته الكبيرة لمنطقة بشري. حصل بوقتها اجتماع بين فريقي عمل خطيب وعلمي ومؤسسة جبل الأرز للبدء بالعمل على المخططات والتصاميم لتطوير وتوسعة المستشفى بأسرع وقت بأقل تلفة ضمن معايير وزارة الصحة وبأحسن المعايير والقواعد الهندسية المعتمدة عالميا. وبهذا الإطار اتخذت إجراءات عديدة من ضمن إجراءات لسلامة المرضى لمكافحة العدوى من استخدام مواد معينة بمواصفات معينة من التهوئة من تفاصيل هندسية إلى آخره، وإجراءات مثل دراسة السير والحركة ضمن المستشفى.
تابع الوالد المرحوم المشروع بأدق التفاصيل، وكان حريص كتير على أنه التصاميم والمخططات تتناسب مع منطقة الشرية واحتياجاتها، وظليت أنا وفريق عمل خطيبه عالمي نواكب المشروع ونقدم الخدمات الفنية بالتصميم وبالإشراف كاستشارة لمؤسسة جبل الأرز بالتعاون مع كل الأفرقاء المشاركين بهذا المشروع، والحمد لله لقينا التعاون ولقينا النجاح والتوفيق. ترميم تأهيل وتحديث مستشفى بشر الحكومة هو عمل موضع فخر واعتزاز. مبادرة صلبة أتت من مؤسسة جبل الأرز اللي بترأسه النايب ستري دجاجة، واللي سبق وتعطينا ببناء بيت الطالب من فترة منا قصيرة، وكان التعامل معهم دقيق، وكان عنده مهنية كتير عالية، وكان عنده متابعة وجدية بالعمل. أما شركة أبنية اعتادت جارة العادة عندها أنه تقدر تقدم مشاريع اجتماعية وإنسانية وخيرية بكل المناطق اللبنانية دون أي أتعاب، بالعكس بتقدم هي أتعاب مهنزينا وموظفينا ومكاتبها ومع الداتا، كما فعل آخرون أيضا كالاستشارة هم قدموا أعمالهم والمهندسين الأخصائيين. هالشي وفى لأهالي بشري للي هن متمسكين بالأرض، ونحن بهمنا أنه يضلوا متجذرين ويحافظوا على إرث أجدادهم، ونقدر نخفف الهجرة للي عم تتآكل النسيج اللبناني. من هون أنا بدي أشكر الجميع للي خلونا نقدر نشاز هالمغامرة بسهولة، ونقدر نحن نحقق هالهدف للي نشغل بأصعب الظروف وصار فيه كتير تضحية، ولكن الهدف هو كان سامي، ونحن منشجع يكون هالشي عبره لكل المؤسسات والشركات والأفراد تيساعدوا أبناء بلدهم على البقاء بأرضهم، ويكونوا هن حقيقة مرتاحين قد ما فينا نحن نقدم لهم ظروف الراحة. من ضمن التدعيم الإنشائي للمبنى، لأنه كان في ضعف إنشائي، طرحت أنه ينعمل تدعيم للمبنى ضد الزلازل لمقاومة الزلازل، لكونه مستشفى دونك مبنى عام ومهم جدا في حالة الزلازل حتى يصرف الناس. طبعا مدام جعجع طبعا رحبت تغرب الفكرة، وقمنا بالتدعيم بأنه دخلنا حيطان من البيتون مسلح على الوجهات الخارجية، لأنه ما حبينا أنه نخرب الطبقين الموجودين. بس في كمان الكاج أسانسور تبع المبنى اللي ما كانت موجودة كمان دخلناها، وهي كتير مهمة بهالتدعيم. كلفة التدعيم تقريبا كلفت حوالي نص مليون دولار، يمكن أكتر شوي كمان. وفينا نقول هلأ المبنى صار مقاوم للزلازل حسب الأصول أو الكود اللبناني. وقت أخذ القرار بإتمام المرحلة الأخيرة من مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوق بشر الحكومة من قبل النايب ستريدا جعجع ومؤسسة جبل الأرز، كان الهدف الوصول لمستشفى عقد حاجات وطموحات أهلنا بقضاء بشر. من هيك نحن اليوم عم ننتقل من مستشفى فيه 11 سرير لمستشفى فيها 44 سرير، من ضمنهم في 5 أسرة للعناية الفائقة، وفي 5 أسرة لقسم الطوارئ، وفي جناح للعيادات التخصصية من ضمنها في قسم الأمراض النسائية، قسم الأمراض القلب، قسم للمسالك البولية، قسم للأمراض الجلدية، وقسم لأمراض وجراحة العظم، جناح للأم والطفل، جناح لتمييل وقسطرة القلب، 3 غرف عمليات، 2 للجراحة العادية وغرفة للجراحة المتقدمة، في قسم تنظير لكامل الجهاز الهضمي والكبد، في قسم أشعة متطور، وفي قسم المختبر مع أحدث التقنيات. وبالرغم من أنه المستشفى بتشغل قسم من المبنى، بس كنا مجبورين
أن ننفذ أمور كثيرة لكامل المبنى، من ضمنها التدعيم، المواقف، العزل، الدهان الخارجي، المصاعد، الطريق اللي بتأدي على المبنى. هالشيء أكيد استوجب كلفة إضافية على المشروع. وأخيراً بدي أقول لأهلنا ولكل اللبنانيين أنه صار عندنا مستشفى عقد حاجاتنا الطبية بالحد الأقصى اللي ممكن مستشفى بالموقع الجغرافي اللي هي فيه إنها تقدمه، مع إدارة وأطباء وجهاز تمريضي ممتازين، مع بناء بتقنيات عالية، ومع كلفة الطبابة مقبولة، خصوصاً نحن إنه بظروف استثنائية كوضع اقتصادي. على مرمى ومضة افتخار تترامى على تلة قديش المجاورة حديقة البطاركة، الذين خطوا على صخور الثبات قصة تاريخ كنيسة مارونية أعطي لها مجد لبنان، وكانت هي الحصن المنيع في وجه كل من حاول المس بوطن الرسالة. الرسالة اليوم في أيد أمينة، أمينة مع سليل بطاركة تاريخ حاضر ومستقبل. وما حضور بطيرك الشركة والمحبة مباركا هذا اللقاء إلا ترسيخا، دفعا، تحفيزا، تأكيدا على الافتخار بكل يد بيضاء، بكل إنجاز، بكل انتماء وحب لهذا الوطن. هذه هي صورة لبنان، أرضه وقف لله، وهذا ما لا تنفك تذكرنا به غبطة البطيرك الماروني مرب شارة بطرس الراعي الكلي طوبة. المنبر لكم. أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، بقول المثل حسب نواياكم ترزقون. بضوء هيدا المثل بدي أقول ثلاث كلمات. بدي أترحم وأشكر وهني. بدي أترحم على عزيز لإلنا من سمائه عم بفرح كتير بهيدا الوقت، بدنا نستحضره معنا، هو المرحوم أنطوان طوق. الحكيم اتذكر حياته وخبرته معه، أنا كمان بدي أذكركم بشي هاللي أنا لإلي خاص مع المرحوم أنطوان. معرفتي لإله بترجع إلى سنة 86، وكنت فيها نائب بطريركي، وكنا نتردد إلى بشري، وكان عنده مشروعين بقلبه: كنيسة السيدة اللي كان عمل بيعمرها، والمستشفى هون. وكنت قل له: يا أنطوان، كنيسة هينة وبسيطة فيك تنجزها وبتتأمن مسيرتها، بس المستشفى انت عم تعمل عمل ما بتعرف مصيره، هل يا ترى توصل؟ لانه بناء مستشفى واستمرارية مستشفى منا بالامر السهل. كان يقول: شو ربنا بريد والسيدة هيك بصير. حسب نواياكم
حسب نواياكم ترزقون. على الأكيد ما كانت بباله مؤسسة جبل الأرز، ولا كانت بباله رئيسة المؤسسة النائب السيدة سريدة جعجع، لكن كان ربنا عم بحط بنيته إنه ما تخاف، في حدا رح يكفي الشغل، وهيك صار. لذلك من سمائه عم بيفرح معنا اليوم فرحة كتير كبيرة، ومن سمائه بيشفع وبيستشفع دائما بالمستشفى حتى يكبر وينمى ويمشي أكتر وأكتر. لذلك منقول رحمة الله عليه. هود اثنين هل تفضلت ذكرتيهم، كنيسة السيدة والمستشفى، ما بينفصلوا عن بعضهم، لأنه اثنينهم بمجدوا الله وبيخدموا الإنسان. صحيح حسب نواياكم ترزقون. اجت مؤسسة جبل الأرز برئاستك حضرة النائبة السيدة جعجع، وانطلقتوا بهذا المشروع انكم تكفوا المستشفى، إلى جانب كل النشاطات اللي ذكرت قدامنا، نشاطات جبارة مشكورين عليها، ولكن انطلقتوا بهذا المشروع بجرأة وبشجاعة. أولا لأنه في بقلبكم إيمان، وهذا الإيمان ثقة بالنفس وبالذات، وفي حدك سند قوي. بدي حيي معي كل ليلي وكل الجمهور دكتور سمير جعجع، هلي ولا مرة قال لك لا. وانت انطلقتي اولا بالثقة هل الناس عندهم ياها فيك، بشفافية عملكم بمؤسسة جبل الأرز، وبمال القوات اللبنانية من ثقة عند الناس. ولذلك قدرتي مع الخيرين اللي بدي حييهم الليلة، كل هاللي تبرعوا من داخل لبنان وخارج لبنان من أفراد ومؤسسات، كلهم وضعوا إيدهم معكم، عارفين إنه هيدا المال عم بنحط بمحله، وعارفين إنه شفافية وعمل حر ومطلق لهيدا المشروع. واليوم كلهم بفاخروا إنه إلهم بهيدا المستشفى شيء خاص. كلهم بدنا نقول لهم اليوم معكم شكراً. شكراً لكل هاللي وضعوا إيدهم. نعم واحد واحد معروفين عند الله، معروفين عندكم بدفاتركم بأيوتكم معروفين. أنا ما بعرفهم كلهم، بس ربنا بيعرفهم، وهيدا كافي إنه ربنا يعرفهم. حتى ربنا وحده بيعرف كافي كل إنسان يعطي. نحن منعطي القليل وربنا بيعطي الكتير، ولما نحن منعطي شيء الصغير اللي نحن منعطي مهما كان كبير بعيوننا، ربنا بيعطي قباله أكبر. لذلك دعائي إنه ربنا يكافيكم ويكافي كل هاللي وضعوا إيدهم معكم، مش بس لو وصلتوا لليوم، لكن هذا المستشفى كمان بده كتير، وحتى يعيش بده كتير، برضهم في ناس خيرين يحطوا إيدهم حتى يستمر يكفي هيدا العمل. لكلهم منقول لهم كلمة الشكر. أنا بدي أقول كلمة التهنئة، تهنئة لكل أبناء المنطقة، جبة بشري بشري وجبة بشري. بدنا نهنيهم، صحيح لأنه صار في مستشفى، صاروا مرتاحين إنه ما بيموتوا على الطريق، صاروا يعرفوا إنه صار شيء مستشفى هون فينا نوصل إليه بسهولة. بس أنا بدي أقول شغلي بهيدا الزمن اللي عم نعيش فيه، هل الناس بحاجة لاستقرار، استقرار نفسي، استقرار اجتماعي، استقرار أمني،
هيدا الوقت اللي فيه الناس فقدوا الثقة وصاروا عايشين بعمل الخوف. هيدا المستشفى بيخلق ثقة عند الناس، هيدا المستشفى بيخلق استقرار عند الناس، هيدا بيجعلهم يقولوا لا ما منموت على الطريق، لا نحن بقيين هون بأرضنا، نحن متجذرين هون بأرضنا، ما فينا ننزل بقى على الساحل لأنه في المستشفى بالساحل، صار فينا نبقى بهيدا الجبل. المدرسة موجودة لأولادنا، المدرسة بتأمن فرص عمل لأساتذتنا للموظفين فيها، المستشفى بيأمن فرص عمل للأطباء والممرضات والممرضين والوسائر المسؤولين والموظفين، وهيدا كله مناسبة بتساعد العائلات حتى تبقى بالجبل. وهيدي مناسبة بدي لكم فيها تهنئة من جهة وشكر من جهة تانية. نحنا ما فينا نشوف هيدا الجبل الجميل بالشتاء يفضى، ما فينا نشوفه. بدي أقول بهيدي المناسبة شكر لإلكم جميعاً، لكل واحد بساهم بأي طريقة أو طرق حتى شعبنا يضم هون. جمال هالجبل مش بصخوره بس ولا بأرز والشجر بس، جمال هالجبل بشعبه، هيدا الشعب اللي هون، هيدا بيجمل وطننا، هيدا بيجمل جبلنا، هيدا بيعطينا الصمود. تفضلتي وحكيتي عني، هيدا لبنان اللي منحبه، هيدا لبنان هل الجبل بيساعدنا حتى نحافظ على قيمه. وخلينا أقولها بصراحة، فقدنا قيمنا الكثيرة لما هجرنا الجبل. الجبل بيعلمنا القيم، بيعلمنا الإخلاقية، الأرض بتعلمنا كمان القيم هل نحن خسرناها لما زلنا مضطرين إلى المدينة. هيدا مناسبة كبيرة المستشفى، استريدا النائب العزيز والمؤسسة جبل الأرز شكرا لكم، خاصة على هيدا الموضوع، أن نحن بأمس الحاجة إنه شعبنا يستمر بأرضه ويعيش بكرامة ويحافظ على كيانه وعلى تاريخه. لما نحن بنقرأ التاريخ بين الماضي واليوم بنقول وين راحوا؟ وينهم اللي كانوا بالجبل؟ اضطروا يهجروا لأنه ما عندهم مجال لا يعيشوا ولا يتعلموا ولا يتطببوا ولا يروحوا إلى مستشفى، فهجروا هالجبل الجميل اللي أحبوا جبران وكتب عنه جبران، حافظوا عليه هون. أحد المستشرقين اللي إجوا إلى لبنان بسنة 1700 و1800 بيكتبوا بيقول، في مرة كان مرق ببشري من عبكرة بكير قدام الكنيسة وشاف 150 مساس. طب شو المساس؟ هيدا للبقر يعني، 150 مساس على باب الكنيسة. الشعب يجي من عبكرة يفوت يقدس، حط المساس على الباب ويطلعوا بعد القداس على أرضهم. وينهم؟ وينهم؟ وين صاروا؟ وين راحوا؟ وين الأرض؟ نشكر الله الأرض موجودة عم بيزرعوها، بس إداش بنتمنى يبقوا هون مع أرضهم وما حدا غيرهم يهتم فيها. هيدا المستشفى بيساعدهم حتى يبقوا هون. شكرا لكم مرة تانية، تهنئة لكم، تهنئة لبشر العزيزة، تهنئة لكل المنطقة، تهنئة للقضاء، تهنئة لجبة بشري، تهنئة للأطباء والممرضات، تهنئة للمرضى يوم اللي بيحتاجوا، لسه إن شاء الله ما يحتاجوا بس ما حدا منا بيستغني، إن شاء الله مكون أول ناس منجي لهذا المستشفى، لأنه هيدا علامة الثقة. اللي بيطلع هون بيقرأ ثقة، بيقرأ طمأنينة، بيقرأ استقرار. وتهنئة بنوع خاص مع الشكر لمؤسسة جبل الأرز. أنا بدي حيي المدير العام للمستشفى الأستاذ أنطوان، دكتور أنطوان، بدي حيي
بدي حيي الجسم الطبي والممرضين والممرضات وكل الموظفين والموظفات، بدي هنيكم لأنه بهذا المستشفى أنتم بتفاخروا أنكم رح تعملوا عمل خير كتير كبير، وخاصة أنتم رح تكونوا حد الناس قوتهم وثقتهم الكبيرة بأرضهم وبوطنهم لبنان. عاش مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوء الحكومي، وتهنئة لمعالي وزير الصحة، لأنه بعتقد هيدا لإلكن سعالي الوزير مفخرة وثقة وراحة بال إنه خي بهيدي المنطقة الجبلية في مستشفى فينا نتكل عليه، ومستشفى مش مثل كل المستشفيات، مستشفى في حب وفي ثقة وفي مهارة. هنيئاً للوزارة، هنيئاً لكل لبنان، وشكراً لكل هاللي ساهموا. ربنا يكفيكم جميعاً من خيره. عشتم وعاش لبنان. صاحب الغبطة لو سمحت تبقى معنا على المنصة. أدعو رئيسة مؤسسة جبل الأرز النائب سريدة طوء جعجع إذا ممكن تتفضلي، وأدعو أيضاً النائب السابق جوزيف إسحاق للتفضل إلى المنصة. أما الآن وحيث إن الله يحب من يعطي بفرح، وحيث إن الفرحة العارمة اليوم لم تكن لتكتمل لولا اتحاد الأيادي البيض من أجل العطاء النابع من قلوب التضامن والأخوة، ولأنه بالشكر تدوم النعم، أبت مؤسسة جبل الأرز إلا أن تجسد لفتة نابعة مما تقدم عليه. سوف تقدم هدية تذكارية نحتها بإزميل الرهافة فنان الإتقان والإبداع كما دائما رودي رحمي. تتظهر قبضة الإنسان، خاصة طبيب الأرض المتماهية مع يد الله طبيب النفوس، يظهر الشريان الذي يمد القلب بنبض الحياة التي تتجسد من خلال راحة وبسمة افتخار وشكران على وجه الإنسان. حيث سوف تقدم هذه الهدية تباعاً للشخصيات الكريمة المدعوة للتفضل، والبداية مع سعادة النائب نعمة طعمي ممثلاً بالمختار أنطوان أنطونيوس المحترم، تفضل. السيدة روز الشويري المحترمة، تفضلي. السيد جو فضول المحترم، تفضل. اضطر انه يطرد، اضطر انه يغادر، رح نرجع نوصل له اياها اكيد. ادعو السيدة ليليان رحمي المحترمة، تفضلي.
أدعو الدكتور مصطفى الحلوي ممثلا صاحب المعالي الأستاذ محمد الصفدي وعقيلته السيدة فيوليت المحترمان. أدعو للتفضل السيد مارون الحلو المحترم. تفضل نائب. السيد رجا الخطيب المحترم يتسلم عربون تقدير واحترام للمكرم الراحل المرحوم المهندس سمير الخطيب. أدعو للتفضل السيد سمير هاني وعقيلته السيدة جوزيان المحترمان. أدعو للتفضل السيد جاك صراف المحترم. أدعو للتفضل السيد رياض ساسين المحترم. أدعو للتفضل السيد جو فضول المحترم. تفضل. أدعو للتفضل السيد مارسيل كيروز ممثلا مكتب حميد كيروز. أدعو السيد بسام دينا المحترم.
أما الآن أطلب من أولادي المرحوم أنطوان الخوري ملكي طوء التفضل إلى المسرح، وسيتم تسليم نجله السيد جوزيف طوء الدرع التكريمي للعائلة. تفضلوا لو سمحتم. أتلو الآن على مسامعكم أسماء المكرمين المعتذرين عن عدم الحضور لوجودهم خارج لبنان، وهم تباعا: سمو الأمير فهد بن سلطان، الشيخ بهاء الدين الحريري، السيد سميح سويرس المحترم، السيد حسان عز الدين المحترم، السيد سليم الصفير المحترم، السيد الياس ملحم المحترم، السادة تجمع المسيحي اللبناني الأسترالي المحترمين، السيد جوزيف شهيد كيروز المحترم، السيد شفيق ثابت المحترم، السيد أندرو متلج المحترم، السيد وجيه بزري المحترم، السيد طوني جعجع المحترم، السيد يوسف كنعان المحترم، والسيد عزيز أصطفين المحترم، والسيد روجيه نسنس. أما الآن للمكرم يليق التكريم، وهو واجب أيضا. عليه أبا رئيس مجلس إدارة مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوق بشر الحكومي الدكتور أنطوان جعجع إلا أن يجسد لفتة من عمق القلب إلى رئيسة مؤسسة جبل الأرز النائب ستريدة طوق جعجع عربون محبة صادقة ممهورة بوفاء الشكر للحلم الذي أنجزته متحققاً، مجسم هو مذيل أيضاً بإمضاء الفنان المبدع رودي رحمي. يداني تتماهيان مع يديها، تحتضنان قلباً سوف يبقى خفاقاً في هذا المستشفى، مستشفى تتوسطه الأرزة الخالدة رمزية الحياة المديدة. وعلامات الفرح والتفاجؤ اللي عم تقروها على وجه ست ستريدة هي تفاجؤة بهالمفاجأة من خير السياق البرنامج المعد اللي هي خيطته بنول الحب والإتقان. سيدنا بعلن افتتاح مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوق بشر الحكومة بعد انتظار 44 سنة، وبحب أقول لأهلي بجبة بشري ألف مبروك على المرفق العام اللي بليق فيهم. يا أمنا يا
شفيعة لنا يا أمنا في اليسر والسعة يا أمنا. جبريل ناداك في السر نجاك، هيا إلى الدنيا التي سمعت همسا لبكاك، أعطي حنانك لا تضمي فكم طلبناك وتقنى للقياك. يا أمنا يا أمنا يا مريم العذراء، شريكة شريكة أنت في الفداء، شفيعة لنا يا أمنا في اليسر والسعة يا أمنا. سلامنا بسلامك وحياتنا بحياتك، كم قد غرقنا لبعدنا عنك وكاد الموج يجرح. شريكة أنت في الفداء، شفيعة لنا يا أمنا في اليسر والسعة يا أمنا يا أمنا. شفيعة لنا يا أمنا في اليسر والسعة يا أمنا. جبريل ناداك في السر نجاك، هيا إلى الدنيا التي سمعت همسا لرقياك، أعطي حنانك لا تضمي طلبناك وتقنى للقياك. يا أمنا يا أمنا يا مريم العذراء، شريكة شريكة أنت في الفداء، شفيعة لنا يا أمنا في اليسر والسعة.